اهلا بحضراتكم من جديد. لفت نظري على السوشيال ميديا صفحه جميله اهلاويه اسمها صفحات من تاريخ الاهلي. الصفحه دي دايما بتنشر صور عن تاريخ الاهلي الكبير اللي ابتدى من سنه 1907، اكتر من 100 سنه. الشيء الجميل على الصفحه انك بتشوف صور لاول مره ممكن تشوفها. انا كان ليا صوره شخصيه، الصورة المعروضة قدام حضراتكم. الصورة دي كانت في استاد القاهرة، كانت موسم 96-97، وكان النادي الأهلي في السنة دي توج بالبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، وخد البطولة الدولية للناشئين في الإمارات بالنسبة لقطاع الناشئين، وخد بطولة كأس النخبة العربية، وخد الدوري العام. وإحنا كناشئين خدونا في قطاع الناشئين نروح استاد القاهرة علشان نشيل درع الدوري وكاس النخبة العربية وكاس البطولة العربية لأندية أبطال الدوري، علشان يتزرع جوانا وإحنا ولاد صغيرين إزاي النادي الأهلي بيربي الناشئين بتوعه على البطولات. فروحنا قبل مباراة للفريق الأول في استاد القاهرة، وإحنا كان عندنا وقتها 14 سنة، ولعبنا مباراة استعراضية في ملعب استاد القاهرة، وكان أول مباراة ألعبها في الملعب ده. أنا لابس تيشيرت أحمر ورا على اليمين، الصورة اللي ورا على اليمين أول واحد من اليمين لابس تيشيرت أحمر أنا، وجنبي اللي شايل درع الدوري كريم أحمد. كريم أحمد ده زميلنا هنا مراسل في قناة النادي الأهلي، وكان بالمناسبة هو كمان كابتن الفريق بتاعنا، كان من الشخصيات الجميلة وما زال يعني كريم أحمد. فدي صورة من الصور اللي أنا يعني اتفاجئت بيها على صفحات من تاريخ الأهلي على السوشيال ميديا. ده اللي لفت نظري للصفحة دي، ويا ريت كل جماهير النادي الأهلي يعني تعمل لها فولو وتشيد بالصفحة دي. صورة تانية برضو من ضمن الصور اللي احنا شفناها على صفحات من تاريخ الأهلي اللي بتوثق تاريخ النادي الأهلي. الصورة التانية هنشوفها مع حضراتكم. الصورة دي من الصور التاريخية. الولد الصغير ده المهندس مصطفى مراد فهمي مع والده مراد فهمي، وكمان موجود مصطفى كابتن حسين حجازي التاريخ الكابتن الكبير للنادي الاهلي منتخب مصر، والكابتن مصطفى كامل منصور حارس مرمى الاهلي منتخب مصر في 34 في كاس العالم 34. وبالمناسبه اللي ورا ده كمان الصوره دي في ملعب مختار التتش، اللي ورا برج القاهره اثناء تشييده وبنائه. يعني صوره من التاريخ. الصوره الثالثه اللي عايز اعرضها لحضراتكم برضو، دي صوره لقطاع الناشئين. الراجل الاسمراني ده الله يرحمه، ده عم جمعه سرحان، ده كان الاب الروحي لكل الناشئين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. واول واحد على يمينه اللي بيضحك وهو حاطط ايده على كتفه كان ده الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. دي برضو من الصور التاريخيه، والصوره دي كانت في التسعينات. صوره من الصور الحلوه اللي لفت نظري على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على صفحه صفحات من تاريخ الاهلي. نروح للصوره الاخيره، ودي صوره كانت في ملعب مختار التتش من احدى المباريات الخيريه اللي كانت مقامه في ملعب مختار التتش. واللي لابس الطقم الابيض ده الفنان الكبير الله يرحمه فريد شوقي، وهو بيلعب في مباراه خيريه مقامه في ملعب مختار التتش. حبيت تشاركونا مع بعض الصور التاريخيه والصور الجميله دي، علشان يعني حبيت ان انا اشيد على الفيسبوك على صفحات من تاريخ الاهلي، ونستمتع مع بعض بالصور التاريخيه.